السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، روسيا تدخل على خط المفاوضات الأمريكية اليمنية، وإلى التفاصيل. كشفت اليمن اليوم الاثنين دخول روسيا على خط الحراك الأمريكي باتصالات جديدة، فما أبعاد الخطوة الروسية في هذا التوقيت؟ بحسب ما أكده نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء العميد عبد الله عامر، فإن صنعاء تلقت اتصالات روسية بالتوازي مع أخرى صينية. وكان العميد بن عامر يعلق على تقارير تحدثت عن قرع أمريكا وصادة صينية مع اليمن. ومع أن العميد بن عامر لم يوضح تفاصيل المكالمات، إلا أن توقيت الخطوة الروسية يشير إلى أن موسكو التي تخوض معارك ضارية على أكثر من جبهة ضد الولايات المتحدة والغرب، ولوحت مؤخرا بدعم القوى المناهضة للغرب عسكريا في إشارة للحوثيين، تسعى لتعزيز علاقاتها مع صنعاء التي لا تزال ترفض جميع المغريات الأمريكية بشأن وقف العمليات البحرية، والتي تربطها بضرورة وقف الحرب على غزة. قد تكون الخطوة الروسية الجديدة ضمن محاولات إبقاء قنوات الاتصال مع صنعاء مفتوحة في ظل المصالح المشتركة بمواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية وإعادة صياغة عالم جديد بعيدا عن القطب الواحد، لكن تزامنها مع قرع أمريكا وصادة صينية مع اليمن يشير أيضا إلى أن الروس الذين رفضوا التصويت لصالح مشروع أمريكي في مجلس الأمن مؤخرا ضد اليمن يحاولون تقديم عروض أكبر لصالح صنعاء في معركتها ضد الولايات المتحدة وقطع الطريق أمام محاولات واشنطن للخروج من مستنقع البحر الأحمر الذي بات يلتهم سفنها. أيًا تكون نتائج الاتصالات الروسية والصينية، تبقى هذه التحركات دليلًا آخرًا على مدى ارتقاء اليمن عالميًا، ومدى ما تشكله الآن من محور ارتكاز في ثنايا الصراع الدولي، وقد أصبحت قوة لا يستهان بها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.